أهلا فيك وبالسهل المشاهدين. نعم سيد علي، بداية سؤالي لك، ما خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء اسطنبول ومدن أخرى في تركيا؟ يعني هي عادة سنوية تقوم بها النقابات العمالية والعمال، يخرجوا في تظاهرات في تركيا وفي كافة أنحاء العالم لمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال. وهذه السنة أيضا خرجوا كالعادة، يعني التظاهرات الاحتفالية باليوم فهي العالمي لعيد العمال. تظاهرات سلمية يقومون بها. أي طبعا التظاهرات هي للدفاع عن حقوق العمال، سواء حقوقهم المعيشية والاقتصادية أو حقوقهم بالحرية العمل وبالحرية التحرك النقابي. وهذه معروفة في كل أنحاء العالم، ومن الطبيعي أنه وصلتنا الأخبار أنه حدثت اعتقالات، حملة اعتقالات في تركيا تناولت العديد من العمال وأيضا من الكوادر التي شاركت في تظاهرة عيد العمال، سواء كانوا صحفيين أو مثقفين أو كتاب أو أدباء. نعم. نعم سيد علي، خرقات جديدة للنظام التركي واعتقال ما لا يقل عن 38 شخصا بينهم صحفية في مدينة اسطنبول أثناء تظاهرات بمناسبة عيد العمال. برأيك ماذا سينتج عن هذه الخروقات بحق الصحفيين؟ وما هي ردود الفعل التي ستظهر على الساحة السياسية والإعلامية برأيك؟ أنا حسب رأيي أنه هذه الاعتقالات تحدث بشكل دوري وليست جديدة، يعني ارتبطت اليوم بالذكرى السنوية لعيد العمال العالمي، وأعتقد أن الأمور إذا ما سارت على ما يرام وتم إطلاق سراح المعتقلين، فأعتقد أن ردود الفعل ستقتصر هنا فقط على التنديد والشجب بالاعتقالات ومنع حرية التظاهر وحرية يعني إبداء الرأي والتعبير. وخاصة أنه نحن لا تنسي أنه نحن على أبواب بعد غد هو الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، فنوجه التحية لكل الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والاعتقال والتعسف والنفي القسري من خارج بلادهم. نعم، سؤالي الأخير لك سيد علي، ماذا ينطلب من المجتمع الدولي حيال الانتهاكات التي تحدث في تركيا بحق الصحفيين؟ أنا شخصيا ما بعتقد أنه حيكون في ردود فعل، خاصة أن المجتمع الدولي غرقان بكثير من المشاكل، هي يعني أبرزها الحرب في أوكرانيا والتوتر المتصاعد بين الصين وأمريكا حول تايوان. يعني في أحداث خطيرة أكثر من هيك صارت بكثير، وخاصة في السودان، ولم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل حتى الآن. إذا لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي أو على القوى الخارجية الدولية أن تتحرك بشكل فاعل. وأنا برجع بقول لك أعتقد أنه إذا ما تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين فإن الأمور تعود إلى طبيعتها. ومجددا أحيي جميع الزميلات والزملاء في كافة أنحاء العالم الذين يرفضون القمع ويريدوا أن يعبروا عن آرائهم. نعم، شكرا لضيفي علي المرعبي من باريس، رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة من باريس، شكرا لك.